حضرتم معنا افتتاحيه في مدرسه الولي فروسيا ماطا. نعم مبارك، الحمد لله. شفتوا اجواء ديال الخياله، اجواء ديال الزوار ومحبين ديال هذه اللعبه اللي هي اللعبه ديال اللي كتحيي التراث المغربيه، التراث ديال المغرب. راه الجمعيه العالميه العروسيه للعمل الاجتماعي الثقافي حفظت على التراث. رحمه الله الوالد النقيب الاستاذ عبادي بركه، كان عنده غيره على تراث جباليه. فاحنا اليوم ما بعد الوفاء ديالو رحمه الله، فكنترحموا عليه بالامتداد هذا التراث. حنا مازال غنقوموا بهذا المطار ومازال غنحافظوا على تراث الجباله، وهذه التراث ديال المغرب. هو هاد التراث المغرب كتقوى طبعا بالشرف اللي عندنا برعايه جلاله الملك محمد صلى الله عليه وسلم بها، كنتشرفوا بها. والحمد لله غادي يكون اليوم كما شفتوا كان الفرسان ماطا، غدا كذلك غيكون واحد المهرجان فني غدا بحضور ديال الفنانين المتوازنين بحال الحور، بحال حفصة، بحال الصناجية، وعدد من الفنانين معروفين. ونهار الأحد إن شاء الله غتكون البطولة النهائية. شفتوا اللي مهم في هادشي وما شفتوا، كاين شباب 9 سنين 10 سنين اللي كيحبوا ماطا، اللي مولوعين بهاد اللعبة هادي. وهذا هو الدور ديال الجمعية، هذا هو الدور ديالكم كصحافة، لأن الدور ديالكم مهم لإشعاع هاد الفروسية. وشرف للمغرب كاملين بينا اللي يكون عندها الخيالة موجودين معنا. شكرا لكم. كنعيشوا اليوم أجواء احتفالية. اليوم تعلن على الانطلاق الرسمي للمهرجان الدولي لفروسية ماطا في الدورة 10 تحت شعار ماطا تراث أصيل ورافعة للتنمية المستدامة. الحمد لله فضاءات المهرجان فضاءات متنوعة كتشمل معرض ديال المنتوجات الفلاحية والصناعة التقليدية. الحمد لله حضروا عارضين مختلف الأقاليم المغربية، وهذا العام حضروا معنا الأقاليم ديال الصحراء المغربية، ضيف الشرف ديال التعاونية الدائم، وحضروا معنا تعاونيات من موريتانيا اللي كنرحبوا بهم بهذه المناسبة هذه. الحمد لله فضاءات مهرجان ماطا كتشكل واحد الفرحة، واحد ابتهاج الساكنة واللي كيحضر معنا كامل كل شيء. اليوم صبحت ماطا واحد الفضاء خصب ديال حوار الثقافات، حوار الحضارات اللي كتجمع ممثلين على دول مختلف الجنسيات، افريقيا، اوروبا، اسيا. وشكرا.